الشيخ خالد لأهم توجيهات فضيلة الشيخ خالد بعد تلاوة الآيتين واستمعنا إليهم رواية، وكذلك شرح فضيلة الشيخ، وكذلك استمعناهم من يعني حضراتكم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ خالد، أهم توجيهات حضرتك للسادة المشاهدين. جميل. رقم واحد، أخلي بالي وأنا بقرأ كوني كمبتدئ لسه بتعلم التشكيل، ممكن المعلم يتغاضى عن الابتداء والوقف والمعنى. ليه؟ لأن لسه القارئ لا يدرك هذا، وفي نفس الوقت احنا لسه بنتعلم مع بعضينا. كذلك تعلم وعلم بمثل هذه الطريقة. مثال، عارف النفس قصير ومش هقدر آتي بالجملة كاملة، فين معايا هنا؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. فوقفت مضطر في أي مكان وهبدأ ابتداء المضطر، لأني لو رجعت إلى كلمة الملائكة المد المتصل وخدت نفس، النفس قصير. إذن متعلم، اثنين مبتدئ، ثلاثة نفس قصير. ليه بتقول الكلام ده؟ لأني أشعر بالبعض حينما كان البعض يتلو هذه يتحرج حتى ممن كان يتلو وقصير النفس من الابتداء ونسي أنه مضطر، والمضطر يوقف مضطرا ويبدأ قبله. فنخلي بالنا من مثل هذه الأشياء، إما بأخذ نفس أو ما دمت لا تقدر خلاص فرفع عنك الحرج عند أهل الأداء والتجويد، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.